حصاد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا ورئاسته للقمة الروسية الإفريقية بسوتشي. هذه القمة التي شهدت فعاليات رئيسية تضمنت اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات ما بين روسيا ودول أفريقيا، وتضمنت أيضا توقيعات ما بين روسيا والدول الإفريقية تقدر قيمتها بنحو 12 مليار و500 مليون دولار أمريكي، والكثير من الملفات أيضا اللي تم التطرق إليها، ملف مكافحة الإرهاب وكذلك ملف سد النهضة كانت واحدة من الملفات أيضا الهامة. نبحث في هذه النتائج مع ضيوفي وضيوف حضراتكم في الاستوديو. برحب بالأستاذ أشرف كمال رئيس المركز المصري الروسي للدراسات، أهلا بحضرتك يا فندم، وسعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية الأسبق، أهلا بك سعادة السفير. سعادة السفير هبدأ مع حضرتك يعني في ضوء النتائج، كيف تابعت أهمية ما توصلت إليه هذه القمة بشكل عام، وبعدين نبتدي بقى نفند ما حدث فيها؟ نعم، طبعا الحقيقة يعني المنتدى الروسي الأفريقي وضح نقطة أساسية وهامة، وهو كيف أن أفريقيا أصبحت محل نظر جميع القوى العالمية للاستفادة من خياراتها، والأهم من ذلك في تقديري أنا كيف تستفيد أفريقيا من هذا الحدث ومن جري الدول الكبرى وراءها للاستفادة من هذه الخيارات. نريد أن تستفيد أفريقيا من هذا التكالب عليها للحصول على خياراتها لكي تنهض وتتقدم ويحدث طفرة. طيب هذا الموقف الحقيقة الرئيس السيسي له فيه فضل وجهد كبير جدا. بدأوا من 2014 عندما التقى في ملابو عاصمة غينيا السوية في يونيو 2014 وتحدث مع الرؤساء الأفارقة عن نهضة أفريقيا، وأراد أن يوصل إلى أفكار الأفارقة أن أفريقيا قادرة. دي نقطة هامة جدا في الموضوع، أن أفريقيا قادرة على أن تتقدم بعنصرين أساسيين، التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، عنصرين مهمين جدا لكي تنهض أفريقيا. من هنا اللي تابع يلاحظ أن في الفترة من 2014 إلى اليوم في منتدى صيني أفريقي، في منتدى فرنسي أفريقي، في منتدى ياباني أفريقي، في منتدى هندي أفريقي إلى آخره. فيأتي المنتدى الروسي في هذا الخضم من المنتديات المتعددة. ما أراده الرئيس السيسي كرئيس الاتحاد الأفريقي في هذا العام أن يجعل روسيا تساهم بقدر الإمكان في الموضوع الجديد اللي حصل في أفريقيا، هو منطقة التجارة الحرة. منطقة التجارة الحرة ستخلق مجتمعات جديدة ووضع اقتصادي جديد لأفريقيا، هو يريد أن يستفيد منه في روسيا. حضرتك لسه كنت بتتكلمي عن مليارات من الدولارات ستدفعها المؤسسات الروسية للاستثمار، لأن هذا مهم جدا، ليس مطلوب مساعدة ولكن مطلوب استثمار، لأن الاستثمار يخلق فرص عمل ويخلق تقدم ويخلق نقل تكنولوجيا ويخلق علم جديد لدى الفارق. طيب أستاذ أشرف هبدأ مع حضرتك بالملفات اللي تم التطرق ليها وانعكاس المباحثات الثنائية ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. عندنا ملف مكافحة الإرهاب، وعندنا أيضا ملف عودة السياحة الروسية مرة أخرى، وتنشيط التعاون ما بين مصر وروسيا وتعزيز هذا التعاون في مجالات كثيرة. نبدأ بمكافحة الإرهاب. يعني هو في البداية يعني تكريسا لما قاله سعادة السفير وتحقيقا وظهرا للحق، أن يعني إنجازات مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي فيها حاجتين ربما لم تكن موجودة في الاتحاد الأفريقي من قبل، هي قمة روسيا أفريقيا، وده عمل
يعني نقلة نوعية في العلاقات الإفريقية الدولية، وأيضا إقرار منطقة التجارة القارية، وهي طبعا نقلة نوعية سوف تساهم في تحقيق تنمية أو تنفيذ خطة التنمية للقارة الإفريقية، سواء على بشكل ثنائي مع الدول الإقليمية الدولية أو بشكل متعدد الأطراف. أما فيما يتعلق بملفات القمة الثنائية الروسية المصرية، بالطبع يعني هناك العديد من الملفات بين البلدين. لا نريد أن نكرر ما قلناه من قبل حول الإرث التاريخي للعلاقات، ما أصبح العالم كله يعرف ويعني المواطن المصري البسيط والمواطن الروسي البسيط أصبح يعلم تماما تاريخ العلاقات المصرية الروسية. ولكن نحن اليوم في ونحن على مشارف العام 2020، هناك متغيرات حدثت في وتحولات كثيرة حدثت في الإقليمية والدولية، وبالتالي العلاقات المصرية الروسية أصبحت رهينة هذه التغيرات بما يحقق مصالح البلدين المشتركة وبما يساهم في تحقيق التوازن والحفاظ أو يعني استعادة الأمن السلم والأمن الدوليان، اللذان هما يعني أحد مهام أو أحد واجبات روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وأحد واجبات مصر كدولة إقليمية كبرى في الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية. الملف هناك ملفات عديدة تناولتها القمة، مكافحة الإرهاب، يعني التعاون العسكري بين مصر وروسيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة الافتتاحية البروتوكولية في القمة أشاد وأكد على أهمية التعاون العسكري، وأشار إلى أنه ينمو بشكل يحقق مصالح البلدين ويصب في مصلحة في أهداف ثنائية الأمن والتنمية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية ومتعلقة الأطراف في القارة الإفريقية. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول فيما يتعلق العلاقات الاقتصادية، واعتبر يعني أن يعني آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مفتوحة بشكل يعني ربما لم تصل حتى هذه اللحظة إلى مستوى المأمول فيه وإلى المستوى المرجو في ضوء إمكانيات وضوء العلاقات الصداقة بين الرئيس بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي وضوء العلاقات وإمكانيات البلدين في هذا المجال. ولكن هناك مشروعان كبيران، هو المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد ومشروع الضبع. المنطقة الصناعية الروسية أعتقد أنه خلال كان من ضمن الوفد المصري هناك رئيس المنطقة الصناعية لقناة السويس المهندس يحيى زكريا، كان موجود ضمن الوفد الرسمي وكان حاضرا في القمة الصناعية بين الرئيس بوتين والرئيس الروسي، وتناولوا عدد من الموضوعات والمشاريع التي سيتم إقرارها في المنطقة الصناعية. هناك تصريح لرئيس المنطقة الصناعية أن هناك ما يقرب من 26 دولة شركة روسية عندها أبدت استعدادها للاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية، وتم التوقيع مع بعض الشركات بالفعل في انتظار تفعيل وعمل وبدء تشغيل المنطقة الصناعية ربما في الربع الأول من عام 2020. هناك مشروع المنطقة الصناعية الروسية أيضا يعني تقام على ما يقرب من 5 كيلومتر مربع، استثمارات بكامل طاقة المنطقة الصناعية في حالة اكتمالها على مدار 12 عام سوف تصل إلى 7 مليار دولار. سوف توفر ما يقرب من 35,000 فرصة عمل للمواطنين المصريين وربما من إلى جانب الروس وإلى جانب أيضا القارة الأفريقية. هناك مشروع آخر أيضا لا يقل أهمية هو مشروع الضبع. مشروع الضبع من وجهة نظري هو ليس مجرد مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية، ولكنه مشروع لتوطين التكنولوجيا الحديثة، تكنولوجيا النووية الحديثة. التكنولوجيا النووية الحديثة طبقا لآراء الخبراء المختصين في هذا المجال تساهم في تنمية صناعية، تنمية زراعية، في هندسة الري، في كثير من المجالات، في الطب. يعني مصر تعتبر من أولى الدول التي تطرقت أو اخترقت هذا المجال بمفاعل في ستينات القرن الماضي في بمفاعل إنشاء سور الأبحاث. وهذا يعني توطين التكنولوجيا في مصر يسمح بتوفير فرص عمل للكوادر المصرية تتخرج من الجامعات ولكن دون عمل، لأنه لا يوجد مجالهم للتكنولوجيا النووية، لا يوجد عمل فيها. اليوم أصبح هناك مجال للعمل في التكنولوجيا النووية، أصبح هناك مشروع الضبع موجود، وبالتالي الكوادر المصرية أصبح لدى مصر
كوادر يمكنها مع مرور الوقت ان تستعين بها مصر وان تنفذ ما تقوم به هزيمتها. مشروع الضبع ومشروع المنطقه الصناعيه الروسيه لا يخدمان فقط مصر ولكن ايضا يساهم في توطيد العلاقات وتوسيع افاق التعاون ما بين روسيا والقاره الافريقيه. فاصل قصير وبعد الفاصل نستكمل حصاد هذه القمه الروسيه الافريقيه. بجدد التحية بحضراتكم مرة تانية وبجدد التحية بضيوفي. حوارنا عن نتائج ومكاسب قمة روسية إفريقية عقدت برئاسة فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان انعكاس هذه القمة بتوصياتها ونتائجها على شعوب القارة الإفريقية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأنه طبعا هذه القمة تمت بمشاركة ما يقرب من 40 دولة في إفريقيا. سعادة السفير هستكمل الحوار مع حضرتك، ويعني الاتفاق على أن هذه القمة تتم كل 3 سنوات، اتفاق زي ده، لقاء زي ده بيجمع روسيا بمصر بالدول الأفريقية، إزاي ممكن نستفيد منه كقارة إفريقية؟ القارة الأفريقية مطلوب منها، مطلوب من الدول الأفريقية الآن انها تتعامل مع يعني مع بعضها البعض وتكون لجان من خلال الاتحاد الافريقي ومن خلال مفوضيات الاتحاد الافريقي لترتيب اولويات للمتطلبات الافريقيه. يعني هو هذا الاتجاه هو الاتجاه الذي يجب ان يكون للاستفاده من النظام الروسي. معروف ان الروس في ادائهم وفي تحقيقهم لالتزاماتهم دائما لا يتصفوا بالعجله، ليسوا متعجلين، يعني يعملوا بهدوء. فبالتالي على الافارقه ان يبينوا للجانب الروسي ما هي المشروعات وما هي الاولويات التي عندهم لكي يستفيدوا من الحركه الروسيه لمساعدتهم. بمعنى انه الان مطلوب بنيه تحتيه في البلاد الافريقيه، مطلوب اقامه مصانع معينه للاستفاده من التكنولوجيا الروسيه. ما هي بين دوله واثنين وثلاثه منتجين لماده معينه او لسلعه معينه، كيف يتم هذا وكيف يتم الاتفاق مع الجانب الروسي عليه؟ على الافارقه ان يرتبوا اوراقهم جيدا ويرتبوا مشروعاتهم جيدا لكي يستفيد مطالبهم محدده. مطلوب طريق من بين 3 بلاد معينه، ما هو الطريق وما تكلفته وما هي المواد المستخدمه فيه وهل عندهم ما هي المواد المتوفره لديهم في هذا لصناعه هذا الطريق او تمهيد هذا الطريق، وما هو الذي ستقدمه روسيا؟ هل الحديد من عندهم؟ هل الأسمنت من عند البلاد الأفريقية؟ إلى آخره. كل هذه التفاصيل مهمة جدا لكي يدخل المستثمر الروسي ويقوم بالعمل. فلابد أن يرتب الأفارقة أنفسهم للمتطلبات التي تهمهم وأولويات لهذا التطور. طيب أستاذ أشرف، كنا بنتكلم عن العلاقات الثنائية ما بين مصر وروسيا وتكلمنا عن ملف مكافحة الإرهاب، ملف السياحة أخباره إيه بعد هذه المباحثات اللي جمعت ما بين الزعيمين السيسي وبوتين؟ يعني هو يعني قبل انعقاد القمة كان هناك تصريح من يعني مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية أوشوف، وقال ان ملف عودة الطيران الروسي من المدن الروسية الى المنتجعات المصرية خاصة شرم الشيخ وغيرها مطروح على القمة، ولكن يعني انعقدت القمة وانتهى القمة الروسية المصرية وانتهت ايضا القمة الروسية الافريقية، ولا يوجد اي خبر عما ادارة في المباحثات. ومعروف عن أوشوف اذا قال شيئا فهو يحدث، ولكن يعني التوقعات ان يعني ربما بين حين واخر سوف يعلن، لان اقتربت الامور، اقتربت من نهايتها، سوف يتم الاعلان عن رفع الحظر وعوده الطيران
الروسي الى المنتجعات المصريه. يعني اخر المعلومات انه كان هناك بعض الطلبات من الجانب الروسي مؤخرا وتم تسليمها لمصر، ده ظهر من خلال تصريحات رسميه لوزاره النقل الروسيه في الصحف الروسيه بشكل رسمي عن يعني بعض الاجراءات الاخيره التي مطلوبه من مصر ترتيبها. اعتقد ان هذه ربما تكون مصر في الطريق للرد عليها، وبالتالي الامر اصبحنا بين قوسين او ادنى من ان يتم الاعلان عن عودة السياحة. ولكن يعني ملف السياحه في مصر هو ملف مهم بالنسبه للاقتصاد المصري بصفه عامه طبعا، وهو عنصر مهم في معادله التنميه المصريه. يعني هل نحن كمصر يعني ده عتاب لرجال الاعمال المصريين من خلال قناتكم المفضله وخلال هذا البرنامج الذي يعكس نبض الشارع المصري ويعكس نبض الحياه في مصر، هل نحن كمصريين يعقل ان 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 بحضاراتنا وما نملكه من امكانيات سياحه علاجيه وسياحه ثقافيه وسياحه ترفيهيه وجميع انواع الامكانيات السياحه التي لا توجد في دوله مثيل اخرى في المنطقه، وان اقصى طموحنا ان يكون لدينا 14 او 15 مليون سائح سنويا؟ هذا امر غير مقبول بالمره، لابد ان يعاد النظر في صياغه ملف السياحه من جديد، برامج سياحيه جديده، لا يجب ان نعتمد على سوق واحد، اذا توقف السوق الروسي ليس معنى ذلك ان تقف الحياه في السياحه المصريه، حتى الاسواق الجديده التي اخترقناها لابد ان تكون هناك برامج تتفق وطبيعه المواطن في هذه الاسواق، لابد ان تكون هناك يعني انا اتصور ان يكون هناك برامج سياحيه من لها ميزانيه معينه، رجل الاعمال لابد ان يخترق الاستثمار القطاع السياحي داخل روسيا، حتى هذه اللحظه المتحكم في وصول السياحه الروسيه الوافده الى مصر رجال الاعمال اتراك. وفي ظل هذه الازمه اعتقد ان الامر سيصب بالسلب، لابد من رجال الاعمال ان يقتحموا هذا السوق وان تكون هناك استثمارات مصريه في قطاع السياحه حتى نضمن يعني تجاوز اي ازمات قد تحدث لهذا القطاع ونضمن استمرار تدفق السياح. هذا الجانب لابد من تنويع السياحه، انا كمصر لا يجب ان نقبل اقل من 30 مليون سائح اجنبي الى مصر سنويا. طيب سعادة السفير، اعود مره اخرى للاتفاقيات بشكل عام في هذه القمه ما بين روسيا وما بين الدول الافريقيه. مليارات الدولارات كاتفاقيات ما بين روسيا وافريقيا، قلنا البعض منها في المقدمه، ده معناه ايه يا فندم؟ الارقام اللي اشرنا ليها في بدايه هذا الحوار، يعني اتفاقيات تجاريه بمليارات الدولارات ما بين روسيا ودول افريقيا، روسيا والدول الافريقيه الاتفاقيات قدرت قيمتها ما بينها وما بين بعض 12 مليار دولار و500 مليون، ده معناه ايه؟ هذا الرقم ليس معناه انه سيتم ضخ هذا المبلغ على الفور او تفعيله دون ترتيب. الترتيب مطلوب، يعني اذا كان في مشروع معين مطلوب فيه 500 مليون دولار فرضا، فما هو المشروع وامكانياته ودراسه الجدوى التي حوله والى اخره، يعني يقدر المشروع يسمى اذا تم تسميته ويتم وضع رقم له، ولكن دراسات الجدوى وطرق التنفيذ ومدة التنفيذ وإمكانيات التنفيذ ومساهمة الدولة الأفريقية فيه ومساهمة روسيا فيه لم تتحدد بعد. فبالتالي هذا رقم مأمول، هذا رقم لدى المستثمرين الروس نية لأنهم يبذلوه بالنسبة إنما لكي يتم لكي نرى على أرض الواقع يحتاج لمجهود أفريقي، يعني بيعربوا عن نواياهم الحسنة من خلال هذا الرقم طبعا، لأن وعن إيمانهم وثقتهم في أنه الاستثمار على هذه أهم جدا، أنه النهاردة عايز يستثمر وده وانا كافريقي عايز اللي يجي عندي يستثمر، فاذا تلاقت الارادتين شيء جميل، يبقى ان انا الافريقي اللي انا عايز الاستثمار يتم عندي لابد ان يتم بشكل ممكن ترتيبه جماعيا كما ذكرت مشروعات مكتمله لكي يتم اقامه مصنع معين، اقامه طريق معين، مطار معين، وسائل نقل بحري ومسائل نقل جوي ووسائل نقل بري، الكل محتاج ليها. القطارات تعاني في افريقيا، قطارات سكك حديد تعاني، مطلوب قطارات وخاصة الجرارات القطارات مطلوبة في أفريقيا كلها، مطلوب نقل بحري
خطوط ليست موجودة، ما هي مساهمة روسيا في هذا إلى آخر. فكله لابد أن الأفارقة يجتهدوا ويقدموا مشروعاتهم مدروسة حتى يعني يتم العمل عليها، لانها هتاخد سنوات. هي طبعًا اكيد طبعًا مشروعات كبيره وضخمه طبعًا، وايضا بتمويل ودعم مادي كبير طبعًا. شكرا لحضرتك سعاده السفير ابراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجيه للشؤون الافريقيه الاسبق، شكرا ليك سعاده السفير، شكرا استاذ اشرف كمال رئيس المركز المصري الروسي للدراسات، شكرا لحضراتكم. كانت دي قراءه في حصاد زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا ورئاسته للقمه الروسيه الافريقيه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة سوتشي. بعد الفاصل أردوغان وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في الشمال السوري، ترتكب في أيضا المجتمع التركي، وأردوغان كيف يتجاوز المواثيق والقوانين الدولية دون النظر لأي اعتبارات للإنسانية أو حتى لكيان تركيا والمجتمع التركي. ابقوا معنا.